لم تتوقف مبيعات الذهب في ظل جائحة كورونا، ودخل المعدن الأصفر مسار التجارة الإلكترونية والتوصيل للمنازل بين الاقتناء الشخصي والهدايا والاستعداد لعقد القران. لتفاصيل أكثر تلتحق بنا من القطيف مراسلتنا شادن الحايك. أهلا بك شادن، مساء الخير. بذن فيما يتعلق بهذا المعدن الأصفر، يبدو أنك تتواجدين في سوق الذهب شادن، يعني كيف يتم الإقبال عليه هذه الفترة وأيضا من خلال التجارة الإلكترونية؟ مساء الخير أحمد. نعم، هناك إقبال كبير على اقتناء الذهب. جائحة كورونا لم توقف هذه العملية إطلاقا، استمرت ولكن وفق آلية معينة عبر التسوق الإلكتروني، على الرغم من خطورة ذلك أو يجب أن يكون هناك حرص شديد وآلية معينة. يتواجد معنا محمد الصايغ ليطلعنا على آلية التعامل إلكترونيا لبيع الذهب. أخ محمد، كيف هي آلية التعامل لشراء الذهب في وقت جائحة كورونا؟ طبعاً بسم الله الرحمن الرحيم، مساكم الله بالخير. أول شيء في وقت الكورونا، بداية الكورونا كانت الناس متخوفة ما تطلع من بيوتهم، كنا هم فاتحين بس إن الإقبالية نهائياً ما في، بس قام بعد اليوم سووا الحظر، قامت الناس تطلب على الطريق الأونلاين، إنستغرام أو السناب شات أو الواتساب، وإحنا نوصل لهم إذا كان قريب من عندنا بالسيارة أو عن طريق شركة سمسة للتوصيل، مثلا جدة، الرياض، فما ذلك، يعني من المناطق البعيدة من شركة التوصيل نفسها. نقل معدن ثمين كالذهب يتطلب حرص عالي، كيف يتم ذلك؟ أتكلم عن التوصيل داخليا للأماكن القريبة. أول شيء التوصيل يكون من ناس موثوقين أو من نفس الموظفين في المحل نفسه، والزباين نفسهم هم زبايننا في المحل، بس انهم ما يقدرون يطلعون ولا يقدرون يجون. يعني مثلا صار القطيف كامل مقفله واحنا محلاتنا في الدمام، ايش كنا نسوي؟ نودي لهم الين منطقه التفتيش، يجون ياخذون الذهب ويتوكلون على بيوتهم وزي كذا، ولا في الدمام نوصل لهم لبيوتهم. ماذا عن اسعار الذهب منذ بدايه جائحه كورونا حتى اليوم؟ طبعا اسعار الذهب ما لها وقت معين، يجيش وقت مرتفع وقت نازل على حسب السوق. في شيء اسمه الأونصة، كل يوم اثنين تفتح، مثلا تفتح على الارتفاع او تفتح على النزول وزي كذا. ما ياثر على المشتري، ياثر على التجار، ياثر على الناس اللي عندهم كيلوات واجد، يعني ما ياثر على الناس بتشتري مثلا 500-600 ريال، ياثر على اللي مثلا بياخذ له 10 كيلو 20 كيلو اللي هو الصافي ذهب العيار 24. ماذا عن اكثر انواع الذهب طلبا؟ طبعا الذهب ال21 الخالي من الفصوص اللي هي الاحجار، عشان تلبسه وقت الحاجه تبيعه او تدخره عندها في البيت في صندوق ولا في البنك، بس ان افضل شيء ال21 هم ياخذونه كزباين، عشان وقت تدرين الكورونا يصير ما في شغل، اذا احتاج باع وغطى حاجته اليومية في البيت. يعني أنواع وأشكال الذهب المطلوب أكثر، هل هو للكبار، الصغار، لعقد القران أو ماذا؟ طبعا وقت الكورونا ما في ولا شيء من هالأشياء. في مثلا أنت بتقدمين هدية حق أختك، حق صديقتك، واحد بيقدم حق زوجته، يشتري لها شيء ناعم. وأشياء الثقيلة طبعا أيام الكورونا ما حد يشتريها، مثلا الطقوم، السبح، المعاضد وزي كذا، يعني اللي ياخذون اكثر شيء الخفايف عشان يقدمون هديه حق من يحب. وبعد رفع منع التجول الان، هل هناك اقبال على شراء الذهب بالاحجام الكبيره؟ يعني شو اقول لك، الناس كانت محبوسه، وقت اللي فتحوا الحظر قاموا يجون ويشترون اكثر من اول. يعني الحين الشهر اللي هو 6 انجليزي صار في شغل كثير، ان الضريبه صارت 5%، من صارت 15% صار شوي السوق داون تحت شوي. يعني الشهر اللي فات ما شاء الله الناس في محلات الذهب أكثر منهم يقضون حق البقالة أو يشترون أغراضهم الشخصية، يعني كلهم في الذهب يشترون ذهب. شكرا لك أخ علي. نعم معك أحمد، يعطيك العافية. وجود التسوق الإلكتروني في للمعادن الثمينة يفتح مجال أيضا ليكون هناك تداخل أو تلاعب من البعض، لذلك ينصح باعة الذهب بالتعامل الإلكتروني للبيع والشراء على أن يكون من متاجر موثوقة ومعروفة
منعا للوقوع في أي فخ.